خطوط الفكر دانية فأي يد ستجنيها، رسمنا وعي أمتنا على نهج ينميها، على نهج ينميها. وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها، وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها، لنردع كل جائحة تسير بركب ناتيها، لنردع كل جائحة تسير بركب ناتيها. خطوط الفكر دانية فأي يد ستجنيها، لنردع كل جائحة تسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامج وعي ومع زملائي في البرنامج الشيخ عبد الله العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى. حديثنا هذه الليلة عن معركة المصطلحات، الأديان والعقائد والأفكار والمذاهب والدول والتيارات والأحزاب، كلها هذه تعبر عن رسالتها وعن قيمها وعن أفكارها عبر ألفاظ وتراكيب ومصطلحات وألفاظ. ومن هنا كانت عناية معظم من يتصدى في لإدارة الشؤون، سواء كانت شؤون سياسية أو فكرية أو تعليمية أو تربوية، لهذا الملف، ملف المصطلحات. ومن هنا يكثر الجدل حوله، ويبقى التساؤل عن يعني دورنا كأمة إسلامية، هل نحن يعني معنيون بمسألة المصطلحات من أصلها، بغض النظر عن كونها معركة أو ليست بمعركة، هل نحن مطالبون أو نجد في الشريعة ونصوصها ما يعزز العناية بقضية المصطلحات؟ طيب، في البداية طبعا أرحب بالمشاهدين الكرام، أرحب بالشيخ سلطان، أرحب بالشيخ وريد الهوريني، ولعل فاتحة هذه الحلقة ليست تقليدية، لماذا الحديث عن هذا الموضوع أو مفهوم هذا الموضوع، أن في قفز مباشر إلى بعض المحددات وبعض العناصر وبعض الأفكار المؤسسة والمداخل المهمة لمثل هذا الموضوع. المدخل التأسيسي الأول أعتقد هو مدخل مناسب جدا، اللي هو قضية احتفاء، حالة الاحتفاء التي أبدتها الشريعة بقضية المصطلح، وهو أحد المبررات الكبيرة جدا لإدارة الحوار حول هذا الموضوع، باعتبار أن الشريعة نفسها جعلت من همومها، من مقاصدها، الاعتناء بقضية التحليل الاصطلاحي. ولذا ويتجلى الحقيقة هذه في عدة معطيات وعدة يعني مجالات ممكن يستنبطها الإنسان من ممارسات وتصرفات الشارع. القضية الأولى اللي هو قضية استطيع التعبير عنها بالتوليد الاصطلاحي، بمعنى أن الشريعة أنشأت لنفسها قاموسا اصطلاحيا خاصا، وأحيان بعض المفردات الموجودة داخل هذا القاموس الاصطلاحي مما تميز به الشريعة الإسلامية، حتى أن العرب في جاهليتهم لم يكن يدور حتى هذا اللفظ، التركيب اللفظ لم يكن دائرا على لسانتهم، مثل لفظة النفاق على سبيل المثال أو لفظة الجاهلية، يعني هذه مصطلحات إسلامية صميمية أسسها الشارع ابتداء. وكذلك الألفاظ العربية اللي تتداول على ألسنتهم، تجد أن الشريعة تعيد ترتيب، خلنا نقول المنظومة المعنى الذي يشتمل عليه هذا المصطلح، بحيث أنه تضفي عليه من المعاني بما يجعله داخلا في إطار القاموس الشرعي. يعني على سبيل المثال الصلاة، الزكاة، الصيام، المؤمن، المسلم، مفهوم الكافر وغيرها من المصطلحات الشرعية. وتبدي الشريعة كذلك، وهذا ملحظ أعتقد مناسب إدخاله تحت هذا الإطار، وإن كان ممكن يدخل في إطار آخر، أن الشريعة تحث أتباعها على الالتزام بالمصطلحات الشرعية، وتحاذر من غلبة بعض المصطلحات خارج الإطار الشرعي على مصطلحاته. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء فإنهم يسمونها العتمة. يعني كان وارد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب يسمونها صلاة العتمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يسترسلوا مع هذا الاصطلاح اللي متداول في الوسط، وسط الأعراب، بحيث أنه ينبغي أن يصان المصطلح الشرعي. كذلك من المجالات اللي من خلالها يستطيع الإنسان أن يبدي اهتمام الشريعة بقضية المصطلح، اللي هو المنهج الشرعي الذي رسمه الشارع في التعاطي مع بعض المصطلحات المجملة اللي قد تحتوي على معنى حق ومعنى باطل، فتجد أنه أن ثمة حالة من حالات الإلزام في التحوط في التعاطي مع مثل هذه المصطلحات، وفي كثير من التجليات الشرعية أن تصل المسألة إلى حدود المنع من تداول واستخدام هذا المصطلح، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا
راعنا وقولوا انظرنا. طبعا كان مقصود أن الصحابة كانوا يستخدمون هذا اللفظ في تعاطيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون راعنا من الرعاية، ويعني انتبه لنا، انتبه لنا، ارعنا يعني. وكان المصطلح يستعمله اليهود ويلبسون به، مشتقين إياه من الرعونة. وبالتالي لما كان هذا اللفظ مستعمل بمقصد حسن كما يستخدمه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود يستخدمون لمقصد سيء، منع الشارع سد ذريعة هذا الاستعمال السيء في تعاطيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحث المسلمين على استعمال مصطلح آخر لا يشتمل على هذه الحمولة. نعم، حتى ذكر بعض السلبية، ذكر بعض المفسرين أن اليهود قالوا في هذه: كنا نسب محمدا سرا فأصبحنا نسبه جهرا بهذه العبارة حينما يقولون له راعينا. وهنا يبين قضية، يعني يمكن ما يستفاد من هذا الكلام، من العبارات الموهمة لمعان فاسدة أو خاطئة يسد عنها وإن صلحت نية القائل. صحيح. يعني كثير من المسلمين اليوم قد يقول أنا لا أقصد بهذه العبارة أمرا سيء، لكن هنا الشريعة منعت المسلمين، منعت الصحابة رضي الله عنهم من هذه العبارة مع أن مقصدهم حسن ولها محملا حسن. جميل. لكن لما شابههم اليهود في ذلك سد النبي، سد الله تبارك وتعالى هذه الذريعة وهذا الباب، ومنع الصحابة من، يعني من المؤكدات أعتقد كذلك اللي أكد كلام الشيخ، وهذه قضية أظن كثير من الناس لا يهتم بها ويعطيها حقه من الرعاية. يعني في تصور موجود أن قضية الألفاظ، قضية الكلمات، ما هي قضية يتوقف الإنسان، ينبغي يتوقف عندها كثيرا. لما يتأمل الإنسان في طبيعة الخطاب الشرعي والعقدي وما اشتمل عليه من التشريعات والأحكام، بل حتى حساسية الصحابة في التعاطي مع بعض الألفاظ. يعني من أجمل الأحاديث المعبرة عن الفكرة هذه أن لما ساق أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديث وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه: يا عمه قل كلمة وحاج لك بها عند الله. ففي نهاية الحديث، وهنا موطن الشاهد وموطن اللطافة في الحديث، جاء الصحابي وعبر فقال، يعني أبو طالب هو علم ملة عبد المطلب. نعم. طبعا هو بطبيعة الحال قطع عن الكلمة التي قالها أبو طالب عند الوفاة لما كان، نعم، يعني ترغب عن ملة عبد المطلب، قال أنا علم ملة عبد المطلب. لكن من شدة استقباح الكلمة الصحابي لما أراد يرويها عن أبو طالب قال، فقال أبو طالب قال هو علم ملة عبد المطلب. نعم. عمر بن الخطاب على سبيل المثال لما كان يقسم بأبيه، نعم، وحذره النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه لا تقسم بآبائكم، فيقول عمر الخطاب: والله ما قسمته بها بعد لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا اني مستحضر اني اقسم بها، ولا آثرا حتى اني لا أرويها روايته. فتدل على قضية التحوط، وهذا مستفاد حقيقة من التصرفات يعني موجودة في الشريعة. يعني على سبيل المثال من لطائف الأدب الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في إطار التصحيح الاصطلاحي، تصحيح الاصطلاحي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست، لأن في قدر من الاستبشاع للفظة الخبث والخبث. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المؤمن، وبالذات إذا رجع إنسان السياق التاريخي لتسمية العنب كرم، واضح أن العرب كانوا في جاهليتهم يسمونها كرما لاعتبار الخمر، وبالتالي منع الشارع من تسمية العنب كرما مستحضرا الإشكالية، ونبه بمعنى لطيف أن الكرم في الحقيقة هو قلب الإنسان المؤمن. هذا من عينات الشريعة. واضح أن يعني من مما يدل على اهتمام الشريعة أيضا بالمصطلحات، أن الشريعة يعني صح التعبير الشارع مارس قدرا من التصحيح لعدد من المصطلحات، ليس مصطلحا أو مصطلحين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة أحيانا عن المصطلح: من المفلس فيكم؟ أتدرون من الغيبة؟ فهذه المشاهد سواء عن طريق السؤال أو عن طريق ابتداء التصحيح كلها تدل فعلا على حضور قضية المصطلح في خطاب الشريعة. هذا الحضور انعكس على خطاب علماء الشريعة الذين اشتغلوا بنصوص الكتاب والسنة. فلو رجعنا أيضا إلى جهودهم وإلى الموروث الذي تركوه، نجد أنهم فعلا اهتموا بقضية المصطلح اهتماما بالغا وكبيرا، ويتجلى ذلك في عدة معالم صح التعبير. المعلم الأول الاهتمام أو ذكر أهمية المصطلح والتنبيه عليه والتشديد عليه والتحذير من التلاعب بها. يعني كثيرا ما يرد في النصوص، في نصوص العلماء، الدعوة إلى الالتزام بنصوص الكتاب والسنة، والدعوة والتحذير من استخدام المصطلحات الحادثة إن صح التعبير، أو المصطلحات المجملة أو المصطلحات المنحرفة. كل هذه الدعوات تؤكد أهمية المصطلح عند علماء الشريعة. أيضا أفردوا المصطلحات بكتب خاصة، وهي ما تسمى بكتب الحدود،
كتب الحدود والتعريفات، مثل كتاب الحدود لأبي الوليد الباجي، وكتاب التعريفات للجرجاني، وكتاب الكتاب الكفوي الكليات، وغيرها من الكتب، كتب كثيرة جدا أفردت في بيان مفاهيم المصطلحات التي تستخدم الدارجة، سواء المصطلحات العامة كما في كتاب مثلا التعريفات للجرجاني، أو المصطلحات الخاصة بعلم محدد كما في كتاب الحدود لأبي الوليد الباجي، فهو مخصص إن صح التعبير لعلم أصول الفقه بخصوصه. أيضا في أثناء كتبهم سواء في علم مصطلح الحديث أو في علم أصول الفقه وغيرها، اهتموا بالحدود ويعني وأكثروا من الحديث فيها، إما في فصول مستقلة في أثناء هذه الكتب أو عند الحديث عن القضايا، حقيقة الواجب وتعريفه، حقيقة المستحب وتعريفه، حقيقة القياس، حقيقة النسخ، وغيرها من يعني من هذه الأبواب الموجودة. أيضا مما يدل على اهتمام علماء الشريعة بقضية المصطلح أنهم اهتموا ببناء المنهج الذي يضبط استعمال المصطلح، فنبهوا على قواعده، ونبهوا على ضوابطه، ونبهوا على يعني مساراته التي يسير فيها، وكتبوا في ذلك يعني كتبا كثيرة وبحوثا مبعثرة في مؤلفاتهم. هذه المشاهد تدل فعلا على أن علماء الشريعة كانوا مستحضرين غاية الاستحضار لمثل هذه القضية التي قضية المصطلحات، مدركين لأثرها ومدركين لتبعاتها المعرفية وحتى المجتمعية. نعم، العجيب أنه بقدر ما إذا تأمل المسلم يجد أنه عناية الشريعة في نصوصها الكتاب والسنة، ومن كتب في الشريعة من علماء الإسلام في العناية بقضية المصطلحات، يلحظ أن عامة الأمم في تاريخ الحضارات كلها عنوا عناية كبيرة بقضية المصطلحات والتراكيب والألفاظ، بل أنه حتى في واقعنا المعاصر منذ أن سادت الحضارة الغربية في القرن الماضي وهي وسدانتها وكبارها يعني يعتنوا عناية كبيرة بقضية المصطلحات، ويعني ترصد لأجل ذلك مليارات دولارات. يعني من أفضل نقول المسارب أو الاتجاهات أو المجالات التي يمكن اليوم أن يعني يقف الباحث المسلم أمام خزينة ضخمة من الدراسات والكتب، هي ما فعله المعسكر الغربي والأمريكيون في الحرب الباردة مع السوفييت. يعني في كتاب لكاتبة بريطانية اسمه من دفع للزمار، الزمار هو الإعلام اللي يذيع المصطلحات، ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية في إبان اسم الكتاب من الذي دفع للزمار الحرب الثقافية الباردة أو الحرب الباردة الثقافية، يعني كيف قادت الولايات المتحدة حربها مع القطب الشرقي حربها الإعلامية، وكان على رأسها حرب المصطلحات، ورصد في سبيل ذلك مليارات الدولارات، وأنشئ في أوروبا سواء في شرق أوروبا في غرب أوروبا عشرات المجلات الورقية والأندية الثقافية، وحتى يقولون المعارض الفنية لتعرض لوحات الفنانين الغربيين، كل ذلك في سبيل ترويج المصطلحات الغربية. من يتأمل حتى اليوم في وسائل الإعلام كيف أنه تسك مصطلحات معينة ضد توجهات بحسب مصالح الدول الكبرى، فمثلا النظم السياسية التي لا تروق للغرب يسمى محور شر، العالم الشرير، أما هذه الدول الاستعمارية فتسمى دولها بالعالم الحر، ببلاد الحرية، وغير ذلك من العبارات الجذابة. بل أنه حتى أذكر يعني بعضهم تكلم عن مصطلح الشرق الأوسط كيف سك في المنطقة العربية، أنه مشكلة مصطلح الوطن العربي والوطن الإسلامي يخرج إسرائيل والصهاينة من المنظومة. يعني إذا قلت هذه المنطقة هي الوطن العربي، أين تضع إسرائيل؟ إذا قلت الوطن الإسلامي الكارثة أطم وأعم، لكن إذا قلت الشرق الأوسط كناية عن منطقة جغرافية شرق أوسط بالنسبة للغربي، وهي ننتقل لقضية المركزية الغربية، فهنا استطعت أن تدمج إسرائيل كعضو طبيعي في هذا الجسد وفي هذا المكان. المقصود أنه كثير من هذه المصطلحات حتى الغربيين اليوم وحتى الدول المتقدمة ونقول كبار كبريات مراكز البحث والسيطرة والهيمنة الفكرية والإعلامية في العالم تدرك محورية قضية المصطلحات، ولذلك تحاول أن توظفها طبعا عبر أذرعتها الإعلامية في العالم عبر القنوات الفضائية والصحف وغيرها، تحاول أن توظفها توظيفا إيجابيا لصالحها. ولا أدل من ذلك أن الأمة الإسلامية استعمرت قرابة 100 عام، وكان يسمى هذا الاستخراب أو الاستدمار كما يقال، كان يعبر عنه بالاستعمار،
يعني أمة تأتي من أقصى الدنيا فتستبيح خيرات أمة أخرى وتستبيح خيراتها وأعراضها ودماءها وتسمي ذلك استعمارا كأنها تريد أن تعمر. هذه صورة من يعني تدلل على أن قضية العناية بمصطلحات ليست قضية حكرا على المسلمين أو حكرا على توجه معين، هي قضية ما من أمة من الأمم إلا وتعنى بها، وجزء جزء من تمسك الأمم بلغتها يدفع باتجاه القصد منه الحفاظ على مصطلحاتها. يعني حتى الصراع اللي نشوفه بين فرنسا والولايات المتحدة وبين كندا وأمريكا جزء منه المحافظة على يعني مصطلحات التي نتجت عن ثقافة البلد الذي يعني يستهدف يدرك أنه يغزى بمصطلحات غيره ويحاول أن يدفع عن هويته بالمحافظة على المصطلحات المكتسبة من ثقافته. القضية التي بس أريد أن أؤكد عليها أن الاهتمام بالمصطلحات فعلا ليس هو خاص بأمة الإسلام، وإنما هو يعني هم مشترك لكل الأمم، وذلك لأن أصل المصطلح الاهتمام بالمصطلحات هو في حقيقته اهتمام بالهوية، هو اهتمام بالهوية، فكل الأمم والحضارات تهتم بهوياتها، فمن اهتم بمصطلحاته وتحريرها وبنائها هو في الحقيقة يهتم بهويته، ولهذا حتى الهويات المتقاربة تحرص أيضا على مصطلحاتها الخاصة مع أنها مندرجة في دائرة عامة في هوية عامة. يعني في الدول الغربية مثلا فرنسا ضربت عقوبة مالية على من يتحدى على من يستخدم العبارات الإنجليزية في خطاباته الرسمية. لماذا؟ لأنه هذه هوية خاصة في الهوية العامة لهوية الغربية. المقصود أن الاهتمام بالمصطلحات هو في حقيقته اهتمام بالهوية، والاهتمام بالهوية هو شأن عام لكل الحضارات الموجودة في العالم الحي الموجود الآن. أنا هذه النقطة الشيخ سلطان يرد بها على كثير ما يعني يصاغ في يعني الفضاء العربي الفكري والإعلامي. في كثير من الأحيان حينما يأتي مثقف مسلم أو مثقف عربي يتحدث عن أهمية استخدام المصطلحات الصادرة من هويتنا، يقال يا أخي أنت عندكم فوبيا، عندكم تحسس، عندكم هزيمة، يقول يعني الانعزال عن العالم، الانعزال عن، لماذا لا تتفاعلون كما تتفاعل بقية الأمم؟ وربما يضرب مثالا بأمم مستعمرة الحقيقة، لكن انظر إلى الأمم التي تقود يعني الحضارة اليوم تجدها تفاخر بمصطلحاتها ولا ترى في ذلك هزيمة، بل تراه المقتضى يعني حرصها على 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 مفاهيمها وأفكارها. أذكر أن كانت وهو أبو التنوير الحركة التنويرية إن صح التعبير كان يعني يذم من يستخدم اللغة لغة غير لغته التي يتحدث بها، ويقول ذلك ليس هو التنوير. يعني هو يقول ليس هو التنوير أن تستخدم لغة ليست لغتك، وعاب على من يحرص على تغيير لغته ويعني ويظهر على أن ذلك هو التطور أو هو التنوير أو هو التحرر. في من أعتقد كذلك المعطيات المؤكدة وتجعل الجزء من الكلام اللي ذكر كالبدهي من المعاني أن لكل أمة من الأمم جملة من المفاهيم التي تتميز بها، وحقيقة القضية الإصلاحية هو وضع أشبه اللافتة، وضع كما يقال بالإنجليزي ليبل، عنوان، ويضع عنوان تضع لفظ معينة تشتمل على هذه المنظومة الفاهمية. إن أحيانا في مفهوم معين تحتاج أن تعبر به من أجله، تعبر بكلمات وجمل وكذا، فتروح تضغط هذه الجمل في لفظة واحدة أو في لفظتين بحيث يصبح شعار، بحيث يكون شعار على هذا المفهوم. فإذا كانت الأمم، ما نتحدث عن الأمم، على الأقل نتحدث عن أمة الإسلام، أن نحن أمة متميزة بجملة واسعة من الفهم، فمن الطبيعي أن تكون ثمة مصطلحات معينة تميز هذه المفاهيم وتميزنا بالتالي وتدخل في إطار الهوية بما تميز به عن غيرنا. وهذا يدعونا شيخ عبد الله إلى التمييز بين مستويات المصطلحات. إن صح التعبير ممكن نقول أن المصطلحات تنقسم إلى مستويين رئيسيين. المستوى الأول المصطلحات العامة، السماء، الأرض، الماء، الرياح، هذه مصطلحات عامة، هي ليس هو ما يعني ليست هي الآن معقد حديثنا. معقد حديثنا عن المستوى الآخر اللي هو المصطلحات الخاصة، المصطلحات المحملة ذات الحمولات الكبيرة التي كما أشار الشيخ عبد الله نضغط فيها معاني كثيرة بحيث نجعل هذا المصطلح شعارا لها. نحن نتحدث على هذا المستوى بالضبط، لا نتحدث عن مصطلحات أخرى، ولهذا الشريعة ما جاءت وغيرت مثلا مسمى السماء ولا مسمى الجبال ولا غيره كثير من المسميات الكثيرة، بل في كثير من العلوم التجريبية في الطب، في الفلك، هناك مصطلحات أدوات الطبية والأدوات الاقتصادية، هذه لا ليست محل نزاع. الكلام زي ما تفضل الشيخ سلطان على مصطلحات ذات حمولة فكرية لا تنفك عن بلد المنشأ وترحل إلى أماكن أخرى يترتب على تداولها يعني بعض الأشياء. بعدين قضية الحساسية من يعني خلينا نقول التميز الاصطلاحي مفترض أن لا تكون حاضرة في الحس الإسلامي، يعني من الطائف، وهذا معنى خطر في بال لما سمعت الكلام الأخير الجميل ذكر الشيخ سلطان أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خاطب الصحابة وقال لهم أي يوم من هذا،
فقالوا سكتوا وقال الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة حتى ظننا أنه سيغيره بغير اسمه، يعني نعم. أن كانوا مهيئين الصحابة نفسيا نعم لتلقي أن يوم النحر يتغير اسمه، بدأ مثل يوم النحر اسم نعم. آخر يسميه الشارع، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وكل مرة يقولوا حتى ظننا أنه سيسميه، فيسميه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم المتداول كان موجود عندهم. بالتالي حالة الحساسية المفرطة من قضية أو حالة الاستسهال في التداول الاصطلاحي قضية أعتقد أن قضية تحتاج فعلا تراجع ويدقق عليها داخل فضائل. إذا أحببنا ندلف إلى منهجية التعامل مع المصطلحات، نستطيع أن نقسم المصطلحات إجمالا إلى قسمين. هناك مصطلحات توقيفية، هناك مصطلحات وردت في الكتاب والسنة، مصطلح الإيمان، مصطلح الكفر، الصلاة، الصيام، الحج، الخمر، الربا، الزنا، الرشوة، هذه مصطلحات جاءت في الكتاب والسنة، فشأنها التوقيف، بمعنى يجب على المسلم أن يستخدم هذه المصطلحات كما وضعتها الشريعة، ولا يعمد إلى تبديلها ولا إلى تغييرها، ولا يجوز له ذلك، ولا يجوز أن يعبر يعني بغيرها عنها، بل يجب عليه أن يقتصر عليها. ولذلك من الأخطاء الفادحة محاولة تبديل هذه المصطلحات أو التلاعب بها أو الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من المصطلحات التي جاءت دلالتها واضحة في الكتاب والسنة. القسم الثاني هو طبعا المصطلحات الاجتهادية أو اللي قد يتواضع عليها أصحاب العلوم والأفكار والفنون، يتواضعون على مصطلحات معينة، هذه الأصل فيها الجواز والإباحة، ويصبح الحديث عنها يعني أو الجدل حولها بعد وضعها في دلالاتها وما يمكن أن تندرج تحتها من معاني صحيحة أو سديدة أو فاسدة. لكن نبقى في المصطلحات التوقيفية الواردة في الكتاب والسنة، لا يجوز للمسلم أن يبدلها أو أن يتلاعب بمعانيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. فدل على أنه إن صح التعبير الانقلاب المصطلحي في مسيرة الأمة هو إحدى أدوات استحلال المحرم ومحاولة التخلص نقول من الذم الشرعي، وهذا موجود الآن. الخمر قد يسمى بالمشروبات الروحية، الربا اللي هو حرب على الله ورسوله يسمى بالفائدة، حتى كرمكم الله الزنا يسمى حرية شخصية، وغيرها من الأدوات التي من المصطلحات التي يراد بها الالتفاف على ذهنية المسلم والتخلص وإحداث قطيعة مع الحكم الشرعي، فهو تبديل لمصطلحات ثابتة وأوقف الله عز وجل شأنها، ولا يجوز لمسلم أن يستدرك عليها أو يبدلها. بل أنا أقول ألحظ لدى بعض المفكرين تلاعب في بعض العبارات، سموا يقولون التكفير السياسي مثلا أو التفسيق الثقافي وما إلى ذلك، والحقيقة لا يجوز. الفسق، الكفر، الإيمان، هذه مصطلحات حدودها وضوابطها موجودة في القرآن والسنة، ولا يجوز أن ندخل فيها معان من عندياتنا لم ترد في, 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 في نصوص الشريعة. بالنسبة للمصطلحات الاجتهادية يمكن لنا أن نضبطها بعدة ضوابط. الضابط الأول أن يكون اللفظ مناسبا، أن يكون اللفظ مناسبا. من أما إذا كان اللفظ غير مناسب وإن كان يعني المصطلح يعني اجتهادي فإنه لا يقبل، مثل تقسيم الدين مثلا إلى لب وقشور. يعني لفظة قشور هو لا شك أن التقسيم هذا اجتهادي، ما عندنا مشكلة قدم الدين الأصول وفروع، ولكن تقسيمه إلى لب وقشور عندنا مشكلة مع مصطلح القشور، لأن مصطلح القشور هذا يوهم بأن هذا القسم مجرد قشور، يعني لا أهمية أمر له، هامشي أو هامشي ولا ليس بذيبال ويرمى أو ليس ذيبال. فنحن إذا نعترض على هذا التقسيم لا لأن التقسيم في أصله محرم لأن هذا باب اجتهادي، وإنما لأن اللفظ غير مناسب. جميل. والضابط الثاني أن في قبل الضابط في شاهد لطيف على المعنى ذكر الشيخ، أن سؤال مالك بن أنس الإمام الشهير سؤال عن مسألة معينة فأشبه لتردد تركى قليل الإمام مالك في الجواب، فالسائل هذا معنى مدرك من سيرة الإمام مالك بن أنس الورع والله أعلم تجي عن لساني، ويسأل عن كذا 37 مسألة فيجاوب عن مسألة ومسألتين والبقية يقول الله أعلم، فيقال له أرجع للناس وقل لهم كذا، فيقول قل لهم مالك لا يدري الشاهد. فلما ذكر تركة في تقديم الجواب قال له السائل إنها مسألة خفيفة،
نعم. أنها مسألة خفيفة، وهذا أحد الإطلاقات الاصطلاحية. فتحفظ الإمام مالك على تسميته مسألة خفيفة وقال إن أنزلنا عليك قولا ثقيلا، مسألة الدين كلها خفيفة. الضابط الثاني سلامة اللفظ تركيبيا. نعم. يعني أحيانا بعضهم يستخدم لفظا ليست يعني تركيبته ليست مستقيمة، إما لأنها لفظة أجنبية لها حمولات معينة مثل الإيديولوجيا مثلا أو غيرها، يعني بعضهم يعبر عن الإيديولوجيا وغيرها، هذه المصطلحات مؤدلج مؤدلجية وغيرها من هذه المصطلحات. أقصد أنه سلامة اللفظ تركيبيا سواء في اللغة أو في حتى في كونها مترجمة أو منقولة من لغة أخرى، أيضا نحتاج أن نتوقف فيها، خاصة إذا يعبر بها عن حقائق شرعية. إذن هذين الضابطين تضبط لنا الجانب الاجتهادي في قضية المصطلحات. نعم. بعض المصطلحات تطلق حتى في يعني في الصراعات الفكرية وغيرها، يعني يقال فتجد اللفظ يقال محافظون مثلا، الذي يعمد إلى المحافظة على الهوية أو على، يقال المحافظ، عبارة المحافظ ليس فيها ذم، هي يعني ليست ذما، لكن حينما يوضع في مقابل المحافظين الإصلاحيين هنا على طول يعني يتبادر الأذهان أن هؤلاء يريدون يصلحون أمرا الفريق الأول يريد أن يحافظ عليه، سواء كان فسادا أو استبدادا أو انحرافا أو تخلفا أو ما إلى ذلك. فهي يعني فهي بمعنى الجامدون بالضبط، المتشددون الجامدون. طبعا الضوابط اللي نبه لها الشيخ تعيد يعني تعيد تحرير الموقف من بعض العبارات الدارجة في الفضاء الاصطلاحي، مثل قول القائل لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، والحقيقة لا مشاحة في الاصطلاح مبنية على أصل شرعي حقيقي اللي هو قضية الأصل في الأمور الحل والإباحة، وبالتالي توليد الاصطلاحي وعملية الاجتهاد في توليد المصطلحات قضية مباحة، لكن هذه القضية المباحة مضبوطة بضوابط معينة، إذا انخرمت هذه الضوابط المعينة فسيكون ثمة مشاحة في قضية الاصطلاح. والشيخ ينبه إلى مسألة مهمة، ينبه إلى قضية، ينبه إلى جملة من الضوابط متعلقة بالاجتهاد في توليد الاصطلاحي بما يجعل بعض المصطلحات محل المشاحة. من المصطلحات اللي يقع فيها قدم مشاحة وتحتاج إلى 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 تعامل شرعي دقيق ووضع المصطلح هذا أشبه على 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 مشرح على المشرحة لتشريح هذا المصطلح ومناقشة تداولات، قضية المصطلحات المجملة. من أجمل الأئمة الذين حرروا هذه القضية وعالجوها وهو كالمعنى المتواتر في كلامه رحمه الله ابن تيمية شيخ الإسلام، حقيقة مسألة المصطلحات المجملة في غاية الأهمية، لذلك أفضل أن نفصل حديثها بعد الفاصل. الله جلست أخيرا جاء الفاصل فاصل عندك شيخ عبد الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نواصل الحديث في برنامج وعي وحديث عن معركة المصطلحات. قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها. مصيبة، وش مصيبة بعد؟ وش مصيبة علي؟ وش مصيبة؟ وش؟ وقر قر 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 قر. وش اللي مضايق صدرك؟ وش اللي متعبك؟ قل لي. مضايق صدرك. كلام بس. ودي أتزوج. أمي جابت. الله أكبر. الله أكبر. سعود سعود هذا اكبر عياله، ترى اكبر عياله، لو تشوفها تقل ملعقه سيريلاك. سعود لا تخليني امد يدي عليك، ترى هذه من زمان ما مدت يدي. تتهم ابوك؟ ما همنا، انا الحمد لله انا انشط منك يا ولد. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقة معركة المصطلحات في برنامج وعي. كنا قد وقفنا عند المصطلحات المجملة، ودنا أن نعرف أولا الشيخ عبدالله المصطلحات المجملة، ما المراد بها؟ طيب المصطلحات، طبعا نحن جالسين نذكر المصطلحات المجملة في سياق الحديث عن قواعد وضوابط متعلقة بالتعاطي والتعامل مع المصطلحات.
فذكرنا ذكر الشيخ جزاه الله خير قضية التعاطي والتعامل مع المصطلحات التوقيفية اللي وضعها الشارع، وبالتالي الأعلم بالمفاهيم هو الأقدر على وضع المصطلحات المتعلقة بالمفاهيم هذه، وبالتالي المطابقة بين المصطلح والمفهوم الذي يراد بهذا المصطلح في الخطاب الشرعي والخطاب العقدي اللي هو وضع الشارع لا شك أنه هو الأسلم، والتزامه هو الأصل، وهو يعني الـ 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 الواجب المتعين، والخروج عنه مظنة الوقوع في إشكاليات كثيرة. ذكرنا طبعا جانب أن اللي يستقرئ المصطلحات الموجودة في خطاب الكتاب والسنة وضعت الاعتبارات ووضعت المصالح معينة، لكنها لا تحصي جميع الاحتياجات الاصطلاحية، وبالتالي ثمة فسحة للبشرية أن يضعون مصطلحات معينة لكثير من المفاهيم. وتحدثنا عن قضية ما يتعلق بجملة من القواعد. المصطلح المجمل هو المصطلح الذي يحتمل في مضامينه معطيات متعددة، إما معطيين على الأقل أو معطيات متباينة متعددة كثيرة، إن ثمة مفاهيم متعددة ممكن أن تندرج تحت هذا اللفظ الاصطلاحي، وبالتالي إذا استعمل هذا اللفظ أو استعمل هذا المصطلح معين قد يتوهم منه سامع معين معنى، وقد يخطر في إذن سامع آخر معنى مختلف تماما، وبالتالي التعاطي مع هذه المصطلحات من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، وثمة تعامل خاص في التعاطي والتعامل معها. شيخ الإسلام ابن تيمية استعمل أداة الاستفصال فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المصطلحات في كثير من كتبه، وذكرت أنا يمكن أن هذا أشبه المعنى المتواتر. أنا لا أحصي كم مرة يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، وما أكثر ما يتداولها في الفضاء الكلامي، يعني أن يأتي مثلا الأشعري أو يأتي المعتزلي أو يأتي متكلم يصف الله عز وجل أو ينفي عن الله عز وجل جملة من الصفات، فتجد شيخ الإسلام ابن تيمية ينبري مباشرة في استعمال هذا الأداة لتحرير الموقف من هذا المفهوم المثبت أو المنفي عن الله تبارك وتعالى. تجد المتكلمين يقولون الله عز وجل ليس بجسم، الله عز وجل ليس بجهة، الله عز وجل ليس له جوارح، الله عز وجل ليس متحيزا على وكثيرة كثيرة كثيرة جدا القضايا، ليس جوهر ولا عرض ولا يعطيك مدلة. ابن تيمية في تعامله مع هذه المصطلحات يزعم كمدخل تأسيسي ابن تيمية أن هذه المصطلحات مصطلحات مجملة، يعني على سبيل المثال إثبات أو نفي الجسم عن الله عز وجل، تجد أناس معينين كالكرامية على سبيل المثال يطلقون الجسم مريدين به الذات، فيقولون الله جسم، ويقصدون في ذهنيتهم أنه له ذات. وتجد طائفة ثانية يقصدون لما يطلقون الجسم يقول يعني خلنا نرجع من أولها، الجسم في اللغة العربية مثل ما قال الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، أن المقصود به البدن أو الجسد مقابل الروح، وبالتالي إطلاق هذا المعنى على الله عز وجل قطعا هو باطل محرم. لكن إذا بعض المتكلمين الأشاعرة المعتزلة يطلقون الجسم يريدون به المركب كما يعبرون من الجوهر الفرد، فهل يثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل؟ تنتقل إلى الإشكال المتعلق بالجوهر الفرد، وتحريرهم الاصطلاحي يدل على أن هذا المعنى منفي عن الله عز وجل. فلاسفة يقولون الجسم هو مركب من الهيولة والصورة على سبيل المثال، ومعنى منفي عن الله عز وجل. الجسم عند الكرامية هو الذات على سبيل المثال، فهذا معنى من جهة الحقيقة هو حقيقة مثبت لله عز وجل. لكن الإشكالية لما يأتي إنسان ويقول الله جسم أو يقول الله ليس بجسم، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، وبالتالي أداة الاستفصال، فإذا أراد به معنى حسن مقبول في الشرع قرر المعنى الذي أراده، ويستبعد اللفظ ويعبر عن المعنى باصطلاحه الشرعي باللفظة المناسبة المطابقة للمعنى المراد. طيب إذا انتقل الإنسان إلى فضاء الفكر المعاصر، سيجد أن الفضاء الفكري يعج بمثل هذه المصطلحات المجملة، بل أستطيع أن أزعم أن جمهور يمكن الحلقات التي سبق تقديمها الذي عالجت بعض القضايا المفاهيمية هي حاضرة فيها هذه الإشكالية، ما أكثر ما تحدثنا أن هذا المصطلح في بداية الموضوع أنه يتسم بقدر من الغموض، يتسم بقدر من الإجمال واعتبارات، فهذه تولد حال من حالات الإشكال. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا من المصطلحات المتداولة الفضاء المحلي والفضاء الفكري بشكل عام قضية الإقصاء على سبيل المثال، الإقصاء، الإيصاية على سبيل المثال، الطائفية على سبيل المثال، كل هذه الألفاظ لو أراد الإنسان تحرير الموقف الشرعي منها لا يستطيع إذا أراد أن يوافق الموقف الحق أن يطلق قولا فيها سلبا وإيجابا، يقول نعم الإسلام دين إقصائي، لا الإسلام دين غير إقصائي، لابد أنك تستفصل. فإذا قصد الإنسان إقصاء الباطل فقطع الشريعة أتت بإقصاء الباطل وعدم التعاون معه، لكن إذا أريد به جملة من المفاهيم مدرجة تحت هذا المفهوم محتمل أن تكون مقبولة في الإطار الشرعي أو مرفوضة في الإطار الشرعي. وحتى تلك المنظومات المنحرفة تقصي ما تراه باطلا، يعني حتى تقصي مع أنها تقول ما غير إقصائي لكن تقصي ما تراه. فشاهد هو المسألة إجمالا أن ثمة مصطلحات معينة يندرج تحتها جملة من المعاني الذي المصطلح بحد ذاته
يحتمل هذا ويحتمل هذا، واحيانا لا يتحرر حتى في السياق، لا يتحرر في السياق. فالتعاطي مع هذه المصطلحات ينبغي ان يكون في قدر من المحاذره، ما يصح الانسان يطلقه ولا ينفيه، ما يثبته ولا ينفيه، وانما الواجب عليه ان يستفصل حوله حتى يتوصل الانسان المعنى الحقيقي. في نقطتين في المصطلحات المجمله ودي اشير اليها. القضيه الاولى أن المصطلحات المجملة نوعان، مصطلحات مجملة من حيث أصلها، يعني أصل تركيبة اللفظ مجمل من حيث هو، ومصطلحات مجملة من حيث استعمالها اللاحق، لا من حيث أصلها، لا من حيث أصلها. المصطلحات المجملة يعني في الاستعمال مثل بعض مصطلحات الشريعة، مثل مصطلح التأويل، فالتأويل مصطلح شرعي وهو ليس مجمل في أصله، ولكنه في الاستعمال التاريخي أصبح لفظا مجمل يحتمل ثلاثة معاني كما ذكر عدد من العلماء. وكذلك مثلا مصطلح التوسل، فالتوسل مصطلح شرعي هو ليس مجمل في نفسه في استعمال الشريعة، ولكنه أصبح مجملا في الاستعمال التاريخي، ألحق به معاني من خارج الشريعة، ألحقت به معاني من خارج الشريعة فأصبح يحتمل تلك المعاني، صار متداول في الفضاء. نعم، وبناء عليه فالمصطلحات المجملة ليست خاصة بالمصطلحات أو ليست مقابلة للمصطلحات الشرعية، بل قد تكون بعض المصطلحات الشرعية مجملة، مصطلحاتهم مجملة. هذه القضية الأولى. في تمثيل، أعتقد بدال التمثيلات التراثية في تمثيل صارخ وحاضر وكبير السطوة في حياة المسلمين المعاصرة، هو الإرهاب على سبيل المثال. الإرهاب مصطلح وارد في الخطاب الشرعي، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وبالتالي تجد يعني وثمة حرب على الإرهاب يمارسه مثلا المجتمعات الغربية، وتندرج تحت مفهوم الإرهاب جملة مضامين في على مستوى الممارسة، واضح أن محل إشكال. الإشكال في تدوير هذا المصطلح في فضاء الإسلام، أن تجد من بعض الإسلاميين كردة فعل من مصطلح الإرهاب بيقول لك ان الاسلام ايش؟ إرهابي. الاسلام دين الإرهاب. نعم. نعم انا إرهابي. نعم انا إرهابي. الحقيقة الاشكال ان التداول الاصلاحي لمفردة الإرهاب واللفظة الاجنبية تيرورزم لما ترجمت الى إرهاب ترى في جملة من المضامين الداخلة في اطار الاعتداء على سبيل المثال، الظلم، البغي، داخلة تحت المفهوم، محتمل ان تكون داخلا في اطار المفهوم، وبالتالي اطلاق القول بان الاسلام دين إرهابي لا شك ان خطأ، ونفي كون الاسلام دين إرهابي بالمطلق خطأ. هو الوقوف تحت سطوه ردود الافعال. والمقصود يعني احد الاسباب، انا اقول انه اكثر كما يقول بعضهم، يقول انه 95% من التوجهات والتنظيمات التي يدرجها الغرب هي تنظيمات إسلامية سنية. طبعا هذا ليس تصويبا لها، لكن هناك تنظيمات صهيونية، هناك تنظيمات طائفية تتبنى البغي والإفساد والتدمير، ومع ذلك يتعامل بنفس الطريقة. وهذا اللي يدفع كما تفضل الشيخ عبد الله، لأنه لا ينظر بعض المسلمين إلى المصطلح رؤية نقول متوازنة، بل تتملك ردود الأفعال، فإما أن ينبذ المصطلح بالكلية بكل حمولته وهو قد جاء في القرآن، وإما والعياذ بالله يتبنى ويغفل عن المعاني والاستحقاقات الخاطئة والفاسدة. والمقصود من هذا الكلام التنبيه على أن مجرد ورود النص في نصوص الشريعة أو المصطلح في نصوص الشريعة ليس معناه أنه مبرأ من الإجمال، لأن الإجمال قد يكون استعمالي لاحق، ليس من أصله. القضية الثانية وهي منهجية التعامل مع المصطلحات المجملة، وفي اللي هو إيش القواعد التي نسلكها. في نظري أن في التعامل مع المصطلحات المجملة لا بد أن نفرق بين مستويين، مستوى التعامل مع اللفظ ومستوى التعامل مع المعنى المضمون. أما مستوى التعامل مع اللفظ فإننا نفرق التفريق الذي ذكره الشيخ وليد، وهو أن نفرق بين الأبواب التوقيفية والأبواب الاجتهادية. فإن عبر باللفظ المجمل عن قضية توقيفية فإننا لا نقبل به، لا نقبل به لا لأنه مجمل، وإنما لأنه عبر عنه في باب توقيفي. وإن عبر عنه في باب اجتهادي فإن هذا يمكن أن يقبل إذا عرفنا المعنى، يمكن أن يقبل اللفظ على مستوى اللفظ، يمكن أن يقبل إذا عرفنا المعنى. وهنا ننتقل إلى المستوى الثاني وهو مستوى المعنى. مستوى المعنى نعمل فيه القاعدة التي يعني أكثر منها من التنبيه إليها ابن تيمية رحمه الله، وهو الاستفصال. نقول هذا اللفظ يحتمل المعنى الفلاني والمعنى الفلاني، ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد به هذا المعنى وهو معنى صحيح، فنحن نقبل اللفظ والمعنى في الأبواب الاجتهادية. وإن كنت تقصد به ذلك المعنى، المعنى الباطل، فنحن ممكن نقبل اللفظ ولكن لأنه اجتهادي، ولكن لا نقبل المعنى الذي ضمنته في هذا اللفظ. هذا من المسيط في ملحوظة في قضية المصطلحات التوقيفية، من الظواهر والمواقف المؤلمة حدثت مؤخرا حينما أنشأ أحد الشخصيات هاشتاج أو وسم في تويتر
بعنوان أظن مصطلحات لا تناسب زماننا أو نعم صحيح أو قريب من هذه العبارة. والعجيب أنه ضمن مصطلحات توقيفية في الشريعة، الولاء، البراء، الكفار، الجزية، الجهاد، دار الحرب، دار الله، دار الحرب ودار الاست، يعني مصطلحات إما قد وردت نصا من الكتاب والسنة أو مستقرة في أو استقر في التراث الفقهي. فإشكالية يعني أن 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 تقصى مصطلحات شرعية توقيفية بهذه السهولة لمجرد أنها لا تناسب زماننا كما يقال. كيف يعني يتوقف إيمان المسلم بمفاهيم والمصطلحات الشرعية لظروف تطبيقه في زمن من الأزمان أو وقت من الأوقات؟ يعني أقول لو أي أمة من الأمم لو كانت يعني تتخلى عن مفاهيمها وعن عقائدها وعن مصطلحاتها لمجرد عجزها في ظرف زمني عن تطبيقه فكانت قد ذابت معظم الأمم والحضارات. هذه مشكلة في غاية حقيقة الخطورة. يعني فيبقى يا إخوان في قضية التعامل مع المصطلحات من ناحية مصطلحية، يعني المصطلحات المجملة صحيح، هل يسوغ، هل هناك ثمة مصالح شرعية يعني يراعيها المتحدث قد تلجئه أحيانا لاستخدام مصطلحات مجملة؟ هذه القاعدة الثالثة من قواعد التعامل مع المصطلحات. يعني نحن نبهنا على قاعدة التفريق بين الأبواب الاجتهادية والأبواب التوقيفية، ثم نبهنا على قاعدة التعامل مع المصطلحات المجملة، وهذه اللي هي القاعدة الثالثة، مصلحية استعمال المصطلحات. وقاعدة المصلحة حاضرة بقوة في مجال المصطلحات، فإن استعمال المصطلح إما استعماله أداء أو استعماله اللي هو الاستعمال السلبي، يعني عدم ذكره، خاضع لباب المصلحة. يعني مثلا استخدام مصطلح الضالين، هذا المصطلح الضالين أطلقه القرآن على النصارى باعتبارهم ضلوا عن الحق، فهل في أثناء دعوة النصارى إلى الإسلام نستخدم معهم هذا المصطلح أم لا؟ هنا الآن المصلحة تقتضي، المصلحة الدعوية تقتضي ترك هذا المصطلح، ترك استعمال هذا المصطلح في هذا الظرف، في هذا الوضع، في لأجل مصلحة معينة وهي الدعوة. وكذلك يعني بعض المصطلحات الموجودة مثل المصطلحات التي شاعت بشكل كبير مثل مصطلح الآخر مثلا. مصطلح الآخر هو استخدم في مرحلة من المراحل ويقصد به تذويب الفروقات إن صح التعبير الدينية أو غيرها، ويقصد به مجرد المقابل بغض النظر عن أي اعتبار آخر ديني أو غيره. ولكن ممكن للإنسان أن يستخدمه في بعض الحالات الدعوية أو ببعض الخطابات المعينة ويقصد به تلطيف الجو إن صح التعبير، أو يعني عدم تشنج المقابل لك، فيمكن يستخدم هذا اللفظ لأجل هذه المصلحة أو التعبير عند قوم بما يناسب. وهذا هو المعطى الثالث، أنه يجوز أيضا من باعتبار المصلحة يجوز أن يستخدم مصطلحات بعض الأقوام أو بعض الاتجاهات لأجل الحديث معهم وإقناعهم، لأنك لو حدثتهم بمصطلح لا يعرفونه ربما لا يفهمون الحق. يعني لو تحدثت عن مثلا حقوق الشعب الفلسطيني للإعلام الغربي والشعوب الغربية، قد إذا لو عبرت كلمة الجهاد مع أنها كلمة شرعية لا لكن الشعوب الغربية قد تفهم مصطلح المقاومة. صحيح، مصطلح المقاومة هو أقرب لثقافتهم. ليس المقصود تبديل المصطلح الشرعي والتنازل عنه بأي حال، إنما التعبير عنه في ظرف معين لمصلحة شرعية. نعم، هذا الذي أشار إليه ابن تيمية وغيره، أنه يجوز استخدام مصطلحات قوم في الحديث معهم لأجل مصلحة دعوتهم أو نقاشهم أو توضيح الصورة لهم على الأقل. فالمصلحة تحضر هنا. كذلك مثلا استخدام مصطلح أهل السنة أو ترك مصطلح أهل السنة في بعض المقامات، فإنه يجوز للإنسان أن يترك مثلا الانتساب إلى أهل السنة، إلى مصطلح أهل السنة لأجل مقام الدعوة. وهنا لابد أن نفرق بين مقامين، مقام الانتساب إلى أهل السنة ومقام الاتباع لأهل السنة. فالاتباع لأهل السنة واجب في كل الأحوال، وأما الانتساب الذي هو إعلان الاتباع فإنه راجع للمصلحة والمفسدة. إن كان الموقف يقتضي أن تعلن الاتباع اللي هو الانتساب فممكن تعلن، أما إن كان الموقف يقتضي ألا تعلن هذا الانتساب فإنه يعني يجوز لك. وجدت مصلحة شرعية إما دعوية أو غيرها. فإن فرقنا بين مقام الاتباع وبين مقام الانتساب تنجلي لنا الصورة بشكل واضح جدا، في خاصة في هذه القضية. طبعا هو عدم الالتزام طبعا بمثل هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول مع قضية المصطلحات بتولد إشكاليات، بتولد يعني مصائب في المجال العقدي، المجال الشرعي، المجال الفكري وغيرها من المجالات. طبعا الأثر
الأكبر للانحراف في التداول السلاح والاستعمال السلاحي تشويه المفاهيم، أن سينعكس القلل على اللفظ الاصطلاحي على ما يتضمنه من قضية المفاهيم، سيولد حالة من حالات الارتباك وحالة من حالات الالتباس في الفضاء الفكري، لأن تطلق مصطلح معين قد يفهمه أناس معينين بمفهوم معين وقد يفهمه أناس، والمقصود الأصلي أصلا من قضية وضع الاصطلاح حتى هو مأخوذ من الصلح وتصالح القوم، أنك أن تريد لفظة معينة تكون محل توافق جميع الأطراف يفهمونه. وكثير من الأحيان لما ينشأ مصطلح فيه قدر من الإشكال يأتي على نقيض المقصود، بل قد يولد حال من حالات الانحراف الفكري. طبعا من الإشكالات التي نعيشها في العالم الإسلامي أننا في هذه العصور المتأخرة أصبحنا نقتات ونتسول دكاكين المصطلحات الغربية، هيمنة الغرب على النظام الدولي سواء كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد الفكري والثقافي والتعليمي، جعله يمسك بالميكروفون أو باللاقط فهو الذي يذيع المصطلحات. من هنا دهمت ما نسميه بالمصطلحات الوافدة مجتمعات المسلمين، وأصبحت إشكاليات كبيرة في كيفية التعاطي مع المصطلحات الغربية الوافدة، وأصبح المسلمون ما بين يعني مستورد ورافض ومتحفظ. فكيف يمكن التعامل مع المصطلحات الوافدة التي يجري على بعضها كما قاعدة الألفاظ المجملة اللي يندرج تحتها معاني صحيحة وباطلة، لكن ماذا يمكن أن يقال في الاتجاه؟ إذا اتفقنا على أن المصطلحات جزء من الهوية، يتضح لنا أن حرب المصطلحات هو حرب بين الهويات. جميل. وبناء عليه نحن نحتاج إلى تكتيك معين حتى ننتصر في هذا الحرب، أو حتى لا نهزم، على الأقل تكون الحرب هو يعني سجال. في نظري أن هناك عدة معطيات ممكن أن تسلك بحيث أن نصل إلى نتيجة مقبولة في هذا المجال. القضية الأولى رصد المصطلحات الوافدة ودراستها دراسة معمقة، بحيث تنجلي لنا صورتها بشكل كبير وواضح، بحيث أن لا تدخل علينا المعاني الخاطئة. الإشكال أن أحيانا ليس عندنا مشاريع حقيقية تقوم برصد هذه المصطلحات، وإنما لدينا جهود فردية، وأيضا هذه الجهود وقع فيها يعني اختلافات في التوصيف، فنحتاج إلى مؤسسات بحثية وإلى تقوم بهذا الرصد. اثنين، نحتاج إلى إنشاء البديل، وبالمناسبة هذا يعني منهج شرعي أصيل، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لاحظناها عن المصطلح المجمل ليس الباطل، وأيضا ذكر له البديل وهو انظرنا. فنحن أيضا نحتاج أن نمتثل هذا المنهج، فنقوم بإنشاء المصطلحات البديلة. أيضا هناك عدد من المفكرين الإسلاميين شعروا بضرورة إنشاء البديل، ولكنهم لم يكن بينهم تنسيق ولم يكن بينهم يعني ترتيب في الأعمال، فكل أخذ يعني ينشئ البديل الذي يراه مناسبا. فحدثت عندنا مشكلة أخرى، وهي مشكلة فوضى المصطلحات. فأصبحت يعني الآن نعيش فوضى في المصطلحات بسبب شعور عدد من المفكرين بضرورة إنشاء البديل، ولكن كل ينشئ بديلا يراه مناسبا. ضرورة إنشاء البديل، فهذا من أهم ما يمكن أن يعني نعمل به الآن، لأنه نوع من الممانعة، والأمة مطالبة بالممانعة في مجالات كثيرة، ومنها المجال المصطلحي. المجال المصطلحي يتعلق بجزء من يتعلق بالهوية. إذن إن أردنا أن نمانع في مجال الهوية، فعلينا أن نمانع في مجال المصطلحات وننشئ المصطلحات الخاصة بنا. وفي هذه النقطة نحن لا ندعو إلى الانعزال، وإنما ندعو إلى الاستقلال. نحن لا ندعو إلى الانعزال عن العالم، لأن هناك ممكن تكون مصطلحات كثيرة مشتركة، ولكن ندعو إلى الاستقلال والاكتفاء المصطلحي إن صح التعبير. لكننا مشكلة يعني بين طرفين، إما ندعو إلى الانعزال المطلق أو ندعو إلى الانغراق في المصطلحات الأخرى وننسى الاكتفاء أو الاستقلال المصطلحي. الاكتفاء مع التوعية، يعني في بعض الأحيان قد لا نستطيع على المدى المنظور الاكتفاء، ولكن وجود وعي لدى الشعوب الإسلامية بهوية بحقيقة المصطلحات الوافدة، أعتقد أنه يعني يقي هذه الشعوب هذه المجتمعات الكثير من الأضرار التي يمكن أن تتسرب من خلالها. إلى هذه اللحظات نكون قد يعني وصلنا إلى آخر دقائق هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، بهذه الكلمات نكون قد أنهينا حلقة معركة المصطلحات من برنامج وعي. إلى الأسبوع القادم حول لقاء جديد وموضوع جديد في ميدان من ميادين الفكر والمعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأي يد ستجنينا رسمنا وعي أمتنا على نهج ينمينا على نهج ينمينا وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها لنردع كل جائحة تسير بركبنا تيها لنردع كل جائحة تسير بركبنا تيها.